بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستأنف معكم أيها الإخوة عرض الأسئلة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في ليلة 28 من شهر رجب من عام 22 و400 ألف. وقبل ذلك نعلمكم بأن الشيخ يبدأ إن شاء الله أو سيبدأ في فجر يوم الثلاثاء عقب درس البلوغ قراءة في كتاب الرد على بشر المريسي للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا أتعب في صلاة الفريضة كثيرا مما يجعلني أترك بعضها، فما هي نصيحتكم لي وما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا التعب الذي يجده هذا السائل لا شك أنه من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح بفضول قلب، ولا يلتفت بوساوس الشيطان بل يرفضها ويتركها ويستمر في صلاته، وسيذهب عنه هذا إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من سنن الطواف في الحج والعمرة الركوب؟ هل من سنن الطواف في الحج والعمرة الركوب؟ الركوب في الطواف والسعي عند الحاجة، والأصل أن الإنسان يمشي في الطواف ويمشي في السعي، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي في طواف سعيه، وإنما ركب صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن الركوب جائز عند الحاجة. لما ازدحم عليه الناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم ركب، نجل أن يراه الناس ولا يتزاحمون على رؤيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك المريض والطفل الصغير الذي لا يطيق المشي، إنه يحمل في الطواف أو في السعي، لا حرج في ذلك. فالأصل المشي، ويجوز الركوب أو الحمل للحاجة كالمرض والتعب، صغر السن وغير ذلك من الأعذار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أكل حبوب منع الحمل جائز أم لا؟ إذا كان له حاجة بأن كانت المرأة لا تطيق الحمل لمرضها، أو أنها ترضع طفلا ويتضرر الرضيع من الحمل عليه، فلا بأس أن تأخذ الحبوب التي تؤخر عليها الحمل إلى فترة أخرى. لا بأس أن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل إلى فترة تستطيع فيها أن تستقبل الحمل. أما إذا لم يكن هناك حاجة، المرأة تستطيع الحمل ولا تتضرر به، فلا يجوز أخذ الحبوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تقام الصلاة ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر الناس بعده، ولكننا لا نسمع لبعضهم أي صوت عند التكبير، وخاصة تكبيرة الإحرام. السؤال: هل تصح تكبيرة الإحرام سرا بدون أي صوت يسمع بها الرجل نفسه؟ لا بد من التلفظ للتكبير، لأن يسمع المرء نفسه. الإمام يجهر بالتكبير من أجل أن يسمعه
المأمومون ويحتدون به، وأما المأموم والمنفرد فإنه يكبر يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه، فإن كان لا يسمع نفسه لم يصح التكبير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد سبق لشخص أنه كان يخرج الزكاة فيصرفها في بعض مصاريفها وفي عمارة المساجد وإقامة بعض المشاريع الخيرية، ثم علم أنه لا يجوز له إخراجها في غير الثمنة الأصناف، فكيف يفعل بما قد سبق منه في السنوات الماضية؟ يخرج قدر ما أخرجه في المساجد أو المشاريع لأنه لا يجزي عن الزكاة، فيخرج بدله، يخرج المبلغ الذي صرفه في المساجد أو في المشاريع، وإن كان لا يعلم مقداره يقدره ويحتاط، قدره ويحتاط، لأن ذمته لم تبرأ من الزكاة إذا وضعت في غير المصارف الثمانية فإنها لا تجزي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلادنا توجد قطع أرض زراعية محددة من جوانبها الأربع ولها أسماء يعرفها كل سكان المنطقة، فلو جاء أحد مالكي هذه القطع وقال لآخر: أبيعك القطعة الفلانية من أرضي، فيقول المشتري له: أنت عندي محل ثقة تامة، فاذهب واحسبها بالمتر أو بالحبل كما هو متعارف عندنا، وحدد الثمن وأشهد شاهدين واكتب الصف وأتني به وسأدفع الثمن لك حالا. السؤال: هل مثل هذا البيع جائز أم لا؟ إذا كان المشتري يعلم الأرض ويعرفها فهذا بيع جائز، أما إذا كان لا يعرفها وإنما يبني على كلام البائع فقط فإن البيع لا يصح، لأنه يشترط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإذا كان يعلمها ويعرفها فإنه لا بأس أن يشتريها بناء على معرفته ورؤيته لها، لكن لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، حتى يقبضها بمعنى أن يخلي صاحبها بينه وبينها فيذهب إليها، المشتري يذهب إليها وينظر إليها ويتفقدها، فهذا هو القبض. القبض هنا بالتخلية، قبض ما لا ينقل بالتخلية، فإذا ذهب إليها وتفقدها ووجدها كما كان يعرفها من قبل فإنه يبيعها إذا أراد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هل المقصود بأسفل الكعبين تحت الكعب أم عليه أم فوقه؟ المقصود ما كان أسفل الكعبين، ظاهر أنه ما نزل عن الكعبين، أما ما كان على حد الكعبين أو فوقهما فهذا هو اللباس الشرعي، إنما المحرم ما نزل عن الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسبال، ما نزل عن الكعبين من الثوب أو من الإزار أو من البشت أو من السراويل، ما نزل عن الكعبين فهذا هو الإسبال المحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يا شيخ، أنا مرة أتوب ومرة أستمع للغناء ثم أتوب وهكذا، فماذا تنصحني؟ أنصحك بالاستمرار على التوبة، تكون التوبة صادقة بمعنى أن تعزم أن لا تعود إلى الذنب وأن تتركه تركا نهائيا، وأن تندم على الذنب الذي حصل منك، هذه شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود عليه مرة ثانية، وأن يندم على ما فات
إذا توافرت هذه الشروط التوبة صحيحة، وإن اختل شرط منها التوبة غير صحيحة. لكن لو توافرت الشروط وتاب إلى الله ولكن غلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء واستمع إلى الغنى مرة ثانية فإنه يتوب مرة ثانية، يجدد التوبة كل ما أذنب فإنه يتوب، ولا يقول أنا تبت أول مرة ولا تركت الذنب ثم يستمر مع الذنوب، هذا من الشيطان. بل كل ما أذنب فإنه يبادر بالتوبة ولا يقنط من رحمة الله، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه يبتعد عن الأسباب التي توقعه في المعصية، مثل أن يكون له جلسة سوء يجلس معهم فيستمعون الغنى ويستمع معهم، أو أنه يفتح على الغنى، يفتح الراديو أو المسجل على الغنى، فيترك الوسائل هذه، لا يفتح عليه ولا يجالس أهله، يبتعد عن ذلك. فإذا اعتاد على تركه فإن الله يعينه ثم لا يميل إليه بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: إذا كنت على طهارة وقمت بتنظيف الطفل الصغير من القاذورات، هل ينتقض وضوئي بذلك؟ لا ينتقض وضوءها بتطهير الصغير إلا إذا مست فرجه بيدها مباشرة، إذا لمست فرجه مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءها. أما إذا كان من وراء حائل على يدها شيء، لافت على يدها أو لابسة على يدها قفاز ونظفت الطفل، هذا لا ينقض وضوءه، أو غسلت نجاسة على بدنه أو على ثوبه، فهذا لا ينقض وضوءها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وتقول: امرأة أخرجت من راتبها أو حددت من راتبها مبلغ معين، مبلغا معينا، وتجعله جانبا للصدقة، فهل يجوز عندما أريد أن أزكي من مالي أن آخذ من المال الذي وضعته جانبا للصدقة ثم أزكي به؟ نعم، ما دامت إن ما صرفته للصدقة هو مالها، لها أن ترجع عن الصدقة، ولها أن تدفعه عن الزكاة، لأنه ما دام لم تعطه للفقير فإنه مالها تتصرف فيه، فلها أن تعدل عن جعله صدقة مستحبة إلى كونه زكاة. نعم، لأنه ما زال في ملكها ما دام لم يصرف للفقير ويعطى إياه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أرى من يبل الجوارب عند المسح عليها بشكل واضح ومكثف. أرى من يبل الجوارب عند المسح عليها بشكل واضح ومكثف، هل لا بد من البلل أم يجوز أم يكفي أن ينفض الماسح يديه من الماء ثم يمسح بهما على الجوارب؟ الجوارب والخفاف وغيرها مما يمسح عليه، صفة المسح أن يضع أصابع يديه مبللتين بالماء، أصابع اليد اليمنى على الرجل اليمنى، على أعلى الرجل اليمنى، وأصابع اليد اليسرى على أعلى الرجل اليسرى، ابتداء من أصابعها ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة، ولا يكرر المسح ولا يصب ماء، إنما يكفي البلل، يكفي البلل. هذا هو صفة المسح على الخفين أو على الجوربين. نعم، مرة واحدة من الأصابع إلى الساقين، يمر أصابعه مبلولة بالماء. نعم، ويفرج بين الأصابع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة وردت في حكم القنوت في النوازل، من جهة ما هي النوازل التي يقنت بها، وهل يشترط استئذان ولي الأمر في ذلك؟ بمعنى
هل يفتقر في القنوت إلى إذن ولي الأمر؟ وما هو فقه القنوت من حيث الدعاء الذي يدعى به وما لا يدعى به؟ النوازل هي الحوادث التي تحدث للمسلمين، إما عدو يحاصرهم أو شدة من الشدائد أو أمراض وبائية غير الطاعون. الطاعون لا يقنت من أجله لأنه حدث في عصر الصحابة ولم يقنتوا، لكن غير الطاعون من الأوبئة الفتاكة أو العدو الذي يداهم البلد أو العدو الذي يضر المسلمين، حينئذ يشرع القنوت، ولكن لا بد أن يكون بفتوى، لا بد أن يكون القنوت بفتوى من الجهة المختصة المسؤولة عن الإفتاء، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى لا يقنت، فيوكل هذا إلى أهل الإفتاء الموكل إليهم الفتوى، وولي الأمر يعممها، أو الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية تعمم الفتوى على المساجد. وصفة الدعاء أن يدعو للمسلمين بالفرج أو إذا كان من عدو، ويدعو على العدو، يدعو للمسلمين ويدعو على العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو للمستضعفين بمكة، وقنت أيضا يدعو على الكفار ويلعنهم بعدما رفع رأسه من الركوع الركعة الأخيرة من صلاة الفجر. وأما أن الإنسان يدعو بنفسه في صلاته بالليل أو في وتره أو غير ذلك، فالإنسان ما هو ممنوع من الدعاء، يدعو لإخوانه المسلمين، يدعو لإخوانه المسلمين في صلاته وفي خارج صلاته، الدعاء ليس ممنوعا. إنما الكلام على القنوت الذي يكون في صلاة الفجر أو غيرها من الفرائض، هذا لا بد أن يكون بفتوى من أهل العلم، لأنهم اللي يعرفون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى لا يقنت. هذه المسألة فوضى. نعم. أحسن الله إليكم. وتابع لهذا السؤال، يشير بعض طلاب العلم إلى الخلاف اللي يذكره الفقهاء في القنوت، هل هو خاص بالإمام أو بنائبه أو بإمام الجماعة أو بكل مصلي؟ والسؤال، هل حكم الحاكم وحكم ولي الأمر يرفع الخلاف لمثل هذه المباحث؟ هذا أجبنا عليه وقلنا إن ما هو من حق كل إمام أنه يقنت إلا بفتوى من أهل العلم وتعميم من قبل ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، وإلا تلزم الفوضى ويحصل الفوضى، وكل من زعل على أحد صار يدعو عليه بصلاة الفجر ويحمل الناس أنهم يدعون عليه. لا، ما يصلح هذا، الأمور ما هي فوضى، يرجع فيه إلى أهل العلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لا بد، الأمور لها ضوابط، لها مراجع. وأما قضية الحكم الحاكم يرفع الخلاف، هذا ما هو بس في القنوت، هذا في المسائل الخلافية كلها. إذا كانت المسألة فيها خلاف وحكم القاضي برأي من الآراء، فإنه يلزم تنفيذ القضاء، إلا إذا كان مخالفا للدليل. إذا كان القول الذي حكم به مخالفا للدليل الصحيح، فهذا لا يجوز تنفيذه، يجب نقضه، لا يجوز تنفيذ القضاء المخالف للدليل الصحيح. أما إذا كان الأمر محتملا، المسألة فيها خلاف ولم يترجح أحد الرأيين بدليل صحيح وحكم الحاكم بأحد القولين، فإنه يلزم العمل به. هذا معنى قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذهبت مجموعة إلى العمرة، وعند الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة، بدلا من أن يحلقوا أو يقصروا في مكة، نعم، يقول: ذهبت مجموعة إلى العمرة، وعند الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة، بدلا من أن يحلقوا أو يقصروا في مكة، يقول: ذهبوا إلى جدة، ومنهم من ذهب إلى المدينة وهم في ملابس الإحرام، وهناك قصروا وبدلوا ملابسهم، ماذا عليهم يا صاحب الفضيلة؟ لا بأس في ذلك، الحلق والتقصير يجوز في كل مكان، في الحرم وخارج الحرم، ما داموا أنهم بقوا على إحرامهم ولم يخلعوا ملابس الإحرام حتى حلقوا فلا بأس في أي مكان، سواء بالمدينة أو بالرياض أو في الطريق، هذا يجزي الحلق بكل مكان، ما هم مثل المناسك الأخرى لا بد أن تكون في الحرم، الحلق يجزي في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل حفظ المتون العلمية شرط لبلوغ مرتبة العلماء؟ هل حفظ المتون العلمية، نعم، شرط لبلوغ مرتبة العلماء، أم يكفي قراءتها قراءة متمعنة وقراءة شروحها؟ أرجو التوجيه في هذه المسألة. حفظ المتون العلمية وفهمها، تلقي شرحها عن العلماء، هذا هو طريق العلم الصحيح. ما هو الإنسان يحفظ المتون على نفسه ولا يجلس إلى أهل العلم ولا يستمع لشرحها وتوضيحها، إنما يكتفي بحفظها وهو لا يفهم معانيها. وكذلك ليس العلم بالفهم فقط بدون حفظ، لا بد من الأمرين، لا بد من الحفظ ولا بد من فهم المعنى، وأن يكون هذا الفهم عن طريق أهل العلم، لا يعتمد على فهمه هو، قد يكون مخطئا، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الذين يشرحون هذه المتون ويوضحون. هذه طريقة التعلم من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، إلى أن ظهر بعض الكسالى الذين يكتفون باقتناء الكتب وقراءتها ويزعمون أنهم صاروا من أهل العلم بمجرد المطالعة والقراءة. لا، ما هم من أهل العلم هؤلاء، وهؤلاء خطر على أنفسهم وخطر على الناس، أنهم يخرجون بأغلاط وأفهام خاطئة فيبلبلون الأفكار ويشوشون على الناس. الله جل وعلا يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. هذا عام في البيوت المحسوسة والبيوت المعنوية وهي العلم، لا تؤتى الأشياء إلا من أبوابها ومداخلها، لا تؤتى من ظهورها ومن أعلاها ومن جوانبها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل أنه حج في عام 1412، ويقول: ذهبت في اليوم العاشر، وعند وصولنا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمار كنت جاهلا، حيث أتيت إلى الجمرة الوسطى ورميتها يوم النحر على أنها جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني عند رمي الجمرات الثلاث اتضح لي أنني أخطأت، حيث كنت أظن أن الجمرة هي واحدة ولكن تختلف في مواقع الرمي، ومن ذلك الحين وأنا لا أعرف ماذا علي ولا أعرف ماذا علي بعدم رمي جمرة العقبة في يوم النحر، وإذا كان فيه كفارة هل يصح أن أكفر بعد هذه السنوات العشر تقريبا، علما أنني لم أحج إلا هذه الحجة؟ نعم، إذا كنت لم ترمي جمرة العقبة في يوم العيد ولا في أيام التشريق، يعني لم تقضي أو لم تؤدي الرمي يوم علمت أنك مخطئ، كان الواجب عليك أنك ذهبت إلى جمرة العقبة ورميتها عن يوم العيد، ثم رجعت وبدأت من الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم من أيام التشريق، فلو فعلت هذا صح. أما ما لم تفعل واستمريت على ترك رمي جمرة العقبة، فيكون عليك فدية،
وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، توزعها على الفقراء في مكة، وإن كنت لا تستطيع الذبح للفقر والحاجة فإنك تصوم 10 أيام، لأن هذا جبران لترك الواجب وهو رمي جمرة العقبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل هناك بدعة إضافية وبدعة أصلية؟ نعم، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وهي تشريع شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، تشريع عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، هذه بدعة حقيقية من أصلها باطلة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما إذا كان العمل مشروعا في الأصل ولكن أداه على صفة غير مشروعة أو حدد له وقتا غير مشروع، فإن هذا بدعة إضافية بمعنى أنك أضفت إلى الشيء المشروع شيئا غير مشروع، أضفت إليه شيئا زائدا، كمن يخصص صيام أيام لم يخصصها الشارع. الصيام مشروع، صيام النفل مشروع، لكن لو خصصت أيام لم يخصصها الشارع هذه بدعة إضافية. أو في مكان خصصت مكان للعبادة لم يخصصه الشارع هذه بدعة إضافية، كأن تقول: أنا بصلي صلاة الضحى. هذا صحيح، صلي صلاة الضحى، لكن تقول: ما أصليها إلا بالمسجد الفلاني، المسجد الفلاني أفضل، أو البيت الفلاني أفضل لصلاة الضحى، نقول: لا، هذه بدعة، هذا التخصيص لا من عندك، هذه بدعة إضافية أضفتها إلى صلاة الضحى قيدتها به، فهذا شيء باطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: رجل سافر قادما إلى الرياض من بلده. نعم. رجل سافر قادما إلى الرياض من بلده يسأل: هل يصلح أن أصلي في البيت مع أن له أخوال وأخوات في الرياض يكون نازلا عندهم؟ يسمع الأذان يصلي مع المسلمين، لا يسع المسلم وهو يسمع الأذان قريبا منه إلا أن يصلي مع المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، سواء كان مسافرا أو غير مسافر، ما يصلي منفرد والمسجد قريب منه ويسمع الأذان، يذهب ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل جنازة يصلى عليها لها أو فيها قيراط من الأجر، أم أن القيراط على الجنائز وإن كانت كثيرة؟ فضل الله واسع، إذا صلى على جنازة حصل القيراط، وإذا صلى على عدة جنائز حصل على عدة قراريط لكل جنازة، فضل الله واسع، سواء كانت الجنائز متفرقة أو مجتمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: شخص اشترى أرض بمليون ريال تقسيطا على أن يدفع 5000 ريال شهريا، وذلك بقصد المتاجرة بها، السؤال: كيف يؤدي زكاتها؟ أرجو توضيح ذلك. إذا كان ناويها للبيع، إذا كان هذه الأرض التي اشتراها نواها للبيع وعرضها للبيع فهي تجارية، سلعة من السلع، إذا تم سنة على عقد البيع وهي لا تزال معروضة للبيع فإنه يثمنها بما تساوي ويزكي قيمتها التي يقدرها، لا قيمة التي اشتراها به، وإنما بالقيمة التي تساويها عند تمام الحول، يخرج ربع العشر. وهكذا كل ما مر عليها سنة وهو عارضها للبيع وناوي بيعها فيزكيها عن كل سنة تمر عليها، يقومها عند كل سنة بما تساوي ويزكيها، زادت قيمتها أو نقصت أو ساوت القيمة التي اشتراها به، هذا هو طريق
إخراج الزكاة، وسواء كان اشتراها بثمن حال وسلمه أو بثمن مؤجل ولم يسلمه، المسألة كلها سواء، هذه تجارية، هذه سلعة مثل السلع. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث أخرج الزكاة عما تعدونه للبيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شاب تعمد ترك الصلاة عدة أيام تهاونا منه، مع أنه من أهل التدين والصلاح، وتاب من ذلك وهو الآن نادم وتائب، والسؤال: هل تعتبر زوجته طالق منه في حال تركه للصلاة في تلك الأيام تهاونا؟ إذا كان النتاب من قريب والمرأة لم تخرج من العدة فهي زوجته، أما إذا كان أنه تأخر في التوبة، تارك للصلاة وتأخر في توبته واستمر على ترك الصلاة حتى خرجت الزوجة من العدة، فإنها تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاشتراك في المجلات الثقافية الدينية لمدة عامين قادمين مع عدم وجودها؟ وما حكم المقاولات وعقودها مع عدم توفر المواد المتفق عليها كالحديد وغيره؟ هذا دين السلم، هذا مثل السلم، أنك تشتري شيئا موصوفا في الذمة ينضبط بالوصف تدفع قيمته حاله في مجلس العقد. يجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن إذا كان المثمن ينضبط للصفة ولا يختلف، هذا دين السلم. وسواء كان يؤخذ دفعة واحدة أو يؤخذ على دفعات، هذا بيع السلام وهو جائز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا مدرس في أحد الصروح التعليمية ونتابع الطلاب، ومن وجدناه يدخن يخصم عليه من مكافأته، فتقلصت ظاهرة التدخين، فهل في هذا العمل شيء؟ هذا طيب، هذا طيب، يعني تفقد الطلاب ومنعهم من التدخين هذا عمل طيب، والحسم عليهم هذا يأتي تحت مسألة العقوبة بالمال، هل تجوز أو لا تجوز؟ الصحيح أنها تجوز إذا كانت تردع، إذا كانت تردع المخالف تجوز العقوبة بالمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عن الذي يقيم الحد على من استحقه، هل هو الإمام أو أي أحد، علما بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ضرب عنق الذي لم يرضى بحكم رسول الله. الحدود يقيمها السلطان، لأن هذا من صلاحياته، أو من ينيبه، أو من ينيبه السلطان، قوله صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا توكيل في إقامة الحد. وقال صلى الله عليه وسلم في السارق الذي اعترف عنده وكرر الاعتراف، قال: اذهبوا به فاقطعوه. هذا توكيل، فالإمام يوكل أن يقيم الحدود. وأما فعل عمر رضي الله عنه لأن هذا مهدر الدم الذي رفض حكم الشرع ويريد أنه يحكم بغير ما يطلب الحكم بغير ما أنزل الله، هذا ارتد عن دينه وصار مهدر الدم، قتله عمر لأنه مهدر الدم. وعمر له صلاحيات ليست لغيره، لمكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم، قربه من الرسول، وهو وأبو بكر هما وزيرا الرسول صلى الله عليه وسلم ومستشاراه، فله من الأهلية ما ليس لغيره رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال يقول فيه: ما حكم فعل بعض النساء عند الزواج في أخذهن حبوب منع الحمل أولا بدون إذن الزوج، ولأنهن يخافن من عدم التوفيق، أي أن يطلقن منه، فهل هذا يعد منافل التوكل؟ لا يجوز أخذ حبوب منع الحمل
الحبوب اللي تقطع الحمل نهائيا لا يجوز أخذها، أما الحبوب التي تؤخر الحمل فلا يجوز أخذها، لأن إلا بإذن الزوج، لأن الحمل من حق الزوج، حق الزوجين، الحمل من حق الزوجين، فلا يجوز أن تأخذ ما يؤخر الحمل إلا بإذن زوجها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يتهم علماء الدعوة بالغلو في العقيدة، ماذا نجيب هؤلاء وكيف نرد عليهم وعلى أمثاله؟ هذا لا يستحق الجواب، لا يستحق الجواب، ولا تشتغل بمجادلته، لأنه ضال مضل، ولا يزيده مجادلته إلا عتوا وظهورا لشأنه. هذا الأحسن أنه يخسر ويترك ولا يلتفت إليه، لأنه أحقر من أن يرد عليه. والمشركون والمنافقون قالوا في الرسول ما قالوا من السبائب والشتم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم ولم يعيرهم باله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب على المرأة أن تغطي عينيها؟ هل يجب على المرأة أن تغطي عينيها أي النقاب، وكذلك يديها وقدميها عند الخروج من المنزل؟ وهل إذا لم أستطع أن أجعلها تغطي ما ذكرت أعتبر آثم؟ نعم، يجب على المرأة أن تغطي جسمها كله، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب يعني ساتر، ساتر لجميع المرأة من الثوب أو من العباءة أو من الجدار أو الباب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الجلال الكبير، تضفي على وجهها منه حتى تغطيه. أما إبراز العينين فهذا إن كان من عادة النساء، نساء البادية من عادتهن لبس البرقع، فلا يلزمنا بتغطية العينين، لأن هذه عادتهن ولا يظهر إلا العينين فقط، وهذه عادتهم اللي يمشون عليها. لذلك نساء البادية باقيات على ما كان. وأما إذا كنا ليس من عادتهن لبس البرقع أو النقاب، وإنما عادتهن تغطية الوجه بالكامل، فيلزمن بذلك ولا يخرجن على عادة البلد، لا يخرجن على عادة البلد، لأن هذا يحصل به التدرج من ترك الحجاب شيئا فشيئا، فيلزمن بالحجاب الذي عليه نساء البلد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: لي قريب لي في الخارج، وأمر من قبل النصارى بالصلاة معهم صلاة الحزن على أمواتهم، فاستجاب لهم مجاملة، والسؤال استجاب لهم مجاملة حتى لا يتهم في عمله، والسؤال: هل يقدح عمله في عقيدته؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشاركهم في صلاتهم الشركية والكفرية، لأن ما في صلاة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا صلاة اليهود ولا صلاة النصارى ولا أي صلاة، ما في صلاة إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر أخطأ في هذا العمل وأذنب، فعليه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ولا يعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الخطبتين في صلاة العيد أصل من السنة، أم أنه يكتفى فيها بواحدة؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنها خطبتان، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أتم وأكمل بلا شك من الخطبة الواحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول فيه سائله: ما حكم قراءة المجلات النسائية؟ النسائية؟ أي نعم، الكلام المفيد، سواء كان مجلات نسائية أو ما المجلات، ما فيها نساء ورجال، مجلات كتب، ما في كتاب نسائي وكتاب رجالي، أو مجلة رجالية ومجلة نسائية. ال- 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 الكلام
أو المعتبر هو ما ينشر فيها من الخير أو من الشر. إذا كان ما ينشر فيها حق وفيه فائدة وفيه علم فقرأ فيها، كما أن المرأة تقرأ في المجلة الخاصة بالرجال، أو مع أن ما هنا شيء خاص بالرجال، ما هنا كتاب خاص بالرجال أو مجلة خاصة بالرجال، إنما هذا اصطلاح فقط، هذا اصطلاح. وأما العلم والفائدة فليس، فهي للرجال والنساء عموما، إلا إذا كانت هذه المجلات فيها صور نساء، فيها صور لا يجوز لك أنك تنظر فيها، أولا لأن الصور محرمة، وثانيا لأن صور النساء بالذات فيها فتنة، إذا كان فيها صور فلا تنظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل صحيح أنه إذا قال المسلم لأخيه المسلم ألفاظ مثل يا كلب أو غيرها فإنه قد قذف أخاه وعقوبته أن يجلد حد القذف؟ لا، القذف هو الرمي بفعل الفاحشة من زنا أو لواط، هذا هو القذف. وأما قوله يا كلب يا حمار يا فاسق، لا شك أن هذا من التفحش ومن الإساءة إلى أخيك المسلم، والواجب فيه التعزير، الواجب أنه يعزر بما يردعه. نعم، عن هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة وردت تستبين عن حكم ما حصل من الضرب على الأفغان من ناحية الحكم الشرعي، حيث كثرت الفتاوى ما بين مبيح وما بين منكر، وتستبين منكم صاحب الفضيلة الحكم في ذلك. وإذا عرفت الحكم وش تبي تعمل؟ هذا أمور نسأل الله أن يزيحها عن المسلمين، وأن يكفي المسلمين شرها، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، هذا الذي يسعنا. أما الدخول فيها وأمور عويصة ومتداخلة، هم يزعمون أنهم معتدا عليهم في ديارهم، مضروبين في ديارهم، هذا اللي يزعمون، وأنهم يبي ينتقمون ممن أساء ممن اعتدى عليهم. وهؤلاء يقولون هذا من الجهاد وهذول كفار وهذا جهاد، المسألة ملتبسة. لكن علينا أن ندعو الله عز وجل لنصر الإسلام والمسلمين وإذلال الشرك والمشركين، الإكثار من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: هناك من يقول إن القرون العشرة قبل نوح كانوا على الشرك، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول باطل. القرون العشرة اللي قبل نوح على الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح لما صوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، ومضى الجيل الأول ولم تعبد، وجاء الجيل الثاني فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك من ذلك التاريخ. وهذا يدل له قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فما بين نوح إلى آدم هذا على الاستقامة وعلى الإسلام، كانوا على دين أبيهم نوح عليه السلام وهو دين الإسلام، حتى حدث الشرك في قوم نوح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ، الشرك طارئ عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول في سؤاله: انتشر في هذا الوقت بين الرجال والنساء وخاصة الأخوة المستقيمين ظاهرة وهي إرسال الرسائل عبر الجوال. نعم. يقول: انتشر في هذا الوقت بين الرجال والنساء وخاصة بين الأخوة المستقيمين ظاهرة وهي إرسال الرسائل عبر الجوال، وتحتوي عادة على نكت واستهزاء ببعض القرى في المملكة، كذلك تحتوي على كلام يمس الدين وصور، فما رأيكم في هذا الفعل، وما حكمه، وما حكم المبلغ المدفوع في هذه الرسائل؟
الكلام المحرم والصور المحرمة هذا ولو ما هو في الجوال هذا محرم ولو ما هو في الجوال حرام هذا الكلام المحرم لا يجوز سواء في الجوال أو في غيره والصور لا تجوز سواء في الجوال أو في غيره فهذا عمل لا يجوز الجوال يستخدم للحاجة مكالمة إذا احتجت إلى حاجة تكلم أخاك أو تكلم من يقضي حاجتك أو من يسعفك إذا كنت بحاجة إلى الإسعاف يستعمل للحاجة ما هو يستعمل للمزح أو يستعمل للاتصال المحرم بين الرجال والنساء والشباب والشابات هذا حرام لأن هذا وسيلة إلى الحرام لا يستخدم الجوال للحرام إنما يستخدم في المباح نعم أحسن غيره من الوسائل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اعتمرت أنا وأمي وخالتي وكانتا تلبسان النقاب والقفاز والجوارب والسؤال هل عمرتهما صحيحة؟ عمرتهما صحيحة ولكن إذا كانت النساء متعمدة للبس القفازين والنقاب فإن عليهما الفدية على كل واحدة الفدية وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة إطعام 6 مساكين في مكة أو ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء أو صيام 3 أيام تخير بين هذه الأمور أما إذا كنا جاهلات ولم ينتبهنا إلا بعد ما انتهت العمرة ووقت العمرة لا يعرفنا الحكم ليس عليهن شيء معذورات بالجهل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل لو كان لي دين على شخص مقسط هل يجوز أن أقول له ادفع لي 3/4 الدين الآن وأضع عنك باقيه هذه مسألة ضع وتعجل مسألة ضع وتعجل العلماء مختلفون فيها الجمهور على أنها لا تجوز لأن بيع نقود بنقود بيع نقود مؤجلة بنقود حالة أقل منها فلا تجوز تدخل في مسمى الربا والإمام ابن القيم وجماعة يقولون لا هذا ما هو من هذا ما هو من الربا هذا تنازل هذا تنازل من صاحب الحق تخفيض من صاحب الدين فليس فيه ربا ولا هو بيع نقود بنقود إنما هو تنازل والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجلي بني النضير من المدينة وكان لهم ديون على الناس قال لهم ضعوا وتعجلوا هذا يجوز اختيار ابن القيم أنه يجوز لأنه ليس من بيع النقود بالنقود وإنما من باب تنازل عن بعض المبلغ لأجل تعجيل فقط نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول فيه صاحبه هل تجوز الاحتفالات بالأيام يوم الأم ويوم الأب ويوم المعلم واليوم الوطني ويوم رأس السنة ونحوها هذه أعياد وليس للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر وعيد الإضحى عيد الفطر بعد أداء الصيام وعيد الإضحى بعد أداء الوقوف بعرفة وهما بعد أداء ركنين من أركان الإسلام الصيام والحج وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين وما عداهما فهو من أعياد الجاهلية سواء سمي بالأيام أو سمي بالأسابيع أو سمي بأي اسم هو من أعياد العيد اسم لما يتكرر ويعود بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود 100 سنة أو غير ذلك الذي يعود ويتكرر من الزمان أو من المكان هذا يسمى عيد وليس للمسلمين عيد إلا أعياد زمانية إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وليس لهم أعياد مكانية إلا المساجد ومساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد
النبوي والمسجد الأقصى ومنى وعرفات ومزدلفة يجتمعون فيها كل سنة لعبادة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول فيه صاحبه: ما حكم إعفاء اللحية لأجل الوظيفة؟ هذا رياء، هذا نفاق رياء. إعفاء اللحية سنة، سنة يعفيها لأنها سنة ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يعفيها لأجل الخداع ليظهر بمظهر الملتزم المحافظ على السنن وهو ليس كذلك، فهذا من الرياء والنفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من التظاهر بالدين لأجل طمع الدنيا، فيخشى أن يكون ممن قال الله تعالى فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا يدخل في هذا الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز لي الكشف على زوجات أعمامي وأخوالي مع العلم بأني قد بلغت؟ لا، لا يجوز الكشف، أن تكشف لك زوجات أخوالك أو زوجات أعمامك أو زوجات إخوانك، لا يجوز هذا لأنك أجنبي منهن، إلا إذا كان بينكم رضاعة. إذا كان بينكم رضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مجرد إن زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك وليس بينكما رضاعة فأنتم أجانب، يلزمهن الاحتجاب عنكم، ولا يجوز لكم الخلوة مع إحداهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا خرج من الشخص ريح وهو يصلي ولو شيئا بسيطا ومن غير إرادته، هل تبطل الصلاة؟ بلا شك، إذا خرج منه ريح وهو يصلي بطلت صلاته، لأنه انتقل وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فإذا تحقق أنه خرج منه ريح ولو يسير فإنه ينصرف من الصلاة، تكون صلاته بطلت. فلا بد من إعادة الوضوء، ولا بد من إعادة أو لا بد من استئناف الصلاة من جديد. نعم. ولا يستمر فيها وهو محدث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول هذا السائل: هل يجوز للراقي أن يقول بسم الله عظيم الشان قوي البرهان شديد الأركان؟ وهل يجوز له أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرار خلقك، إنسهم وجنهم، حاضرهم وغائبهم، صغيرهم وكبيرهم؟ الدعاء مطلوب، وهذا الدعاء معناه صحيح، ولكن الأولى أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء عاجلا لا يغادر سقما. بسم الله هذه بالباس رب الناس، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، أسأل الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يأتي بهذا أحسن وأتم. والدعاء ما إذا لم يكن فيه ابتداع ولا فيه شرك هو جائز، ولو كان بلفظ لم يرد ما دام أنه لا يخالف الوارد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سجد الشخص وأطال السجود ثم رفع الإمام من السجود وجلس. نعم. يقول: إذا سجد الشخص وأطال السجود ثم رفع إمامه من السجود وجلس بين السجدتين ثم نهض المأموم بعد ذلك وقد سجد إمامه السجدة الثانية، هل تبطل هذه الرفعة؟ لأن سمعنا أن بعض الأئمة لا يقولون بالبطلان إلا إذا تخلف عن الإمام بركنين اثنين. إذا تعمد التخلف، إذا تعمد حتى دخل الإمام في الركن الثاني، تخلف عن الإمام بركن حتى دخل الإمام بالركن الثاني متعمدا، تبطل صلاته.
قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، يعني ليقتدى به، لا تختلفوا عليه. أما إذا ما تعمد هذا الشيء لأنه نايم ناعس أو ما سمع الإمام، ما سمع التكبير ثم نهض وأتى بالجلسة بين السجدتين ثم لحق بالإمام بالسجدة الثانية، فلا بأس، لأنه استدرك ما فاته وهو معذور لأنه تخلف عنه غير متعمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة قول من يقول إن إلقاء المواعظ والكلمات في بعد صلاة الجمعة بدعة نهى عنها المشرع؟ ما نهى عنها المشرع، لكن بعض العلماء يقول تكفي خطبة الجمعة لأن هذا يثقل على الناس، لا سيما في هذا الزمان، لأن الخطبة صاروا يطيلون، بعضهم يخطب ساعة أو أكثر، فإذا جاء واحد بعدهم بعد زودهم زيادة السجن لا شك أن هذا لا ينبغي، هذا يملل الناس. لكن الأصل أنه لا بأس في الكلام بعد صلاة الجمعة، لا بأس بذلك، لكن من غير إطالة، من غير إملال، لا بأس، خصوصا إذا احتاجوا إلى تنبيه على شيء، لا بأس بذلك، من غير إطالة ومن غير إملال ومن غير تكرار أيضا، ما هو بكل جمعة، لبعض الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول فيه صاحبه: هل حلق الشعر الذي فيما بين الحاجبين جائز؟ لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى العبث في الحاجبين، والغالب أن ما في شعر بين الحاجبين، وإن كان فهو يسير، ولو فتح هذا الباب للعبت النساء بالحواجب ويقول أن هذا بين الحاجبين، لا ما يصلح، سد الباب. نعم، لأنها الحين سبحان الله أثقل شيء على النساء الحاجبات، مثل اللحية ثقلها الله على بعض الرجال، لأن الرسول نهى عن أخذ الحواجب ونهى عن حلق اللحى، والشيطان يزين للنساء أخذ الحواجب ويزين للرجال حلق اللحى، فصارت اللحية ثقيلة على بعض الرجال وصارت الحواجب ثقيلة على بعض النساء أو كثير من النساء، من تسويل الشيطان وإغرائه ليحمل الناس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تغيير خلق الله، لأنه تعهد فقال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أشكل علي قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وكيف الجمع بينه وبين تشريف آدم بالخلق بأنه خلق بيدي الرحمن؟ نعم، آدم خلق باليدين، ما خلق بالأيدي، خلق بيدين، بيدي الله عز وجل: لما خلقت بيدي، أما ما خلقت أيدينا فهذا قالوا إذا جاء الضمير يعني بصيغة الجمع فهو إما للمعظم نفسه، وإما للذي يعمل الشيء ومعه أعوان، كالملك معه جنوده وأعوانه، الملك يقول بنينا المدينة الفلانية أو عملنا كذا وكذا، يعني عمله بأعوانه وجنوده. الله أعلم بما عملت أيدينا، أي أيدي الملائكة، أيدي الملائكة الذين يأمرهم الله سبحانه وتعالى بتدبير الكائنات وإنبات النباتات وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: ما حكم الصلاة على الفرشة النجسة؟ نعم، ما حكم الصلاة على الفرشة النجسة إذا وضع عليها سجادة للصلاة وهو يعلم بنجاسة الفرشة التحتية وتكرر ذلك منه معتقدا أن صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة لأن الفراش الذي تحته طاهر، ولكن هو يعتمد على شيء نجس مغطى، الصلاة صحيحة في حد ذاته، لكن الفقهاء يقولون: إن طين أرضا نجسة أو فرشها وصلى عليها صحت الصلاة وكره هذا العمل، لأنه يعتمد على النجاسة ويقف على النجاسة فيكره من أجل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إمام لم يجهر في صلاة الفجر في الركعة الأولى سهوا منه في ذلك ثم ركع ولم يتسن للمأمومين. إمام لم يجهر في صلاة الفجر في الركعة الأولى في القراءة يعني؟ أي نعم. أي نعم. إمام لم يجهر في صلاة الفجر في الركعة الأولى سهوا منه ثم ركع ولم يتسن للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة ثم ركعوا مع الإمام، هل عليهم أن يأتوا بركعة ثانية؟ وهل على الإمام أن يسجد للسهو؟ يستحب للإمام أنه يسجد للسهو استحباب، لأن الجهر سنة، وإذا ترك سنة استحب له أن يسجد للسهو وليس بواجب. وأما المأمومون فالإمام يتحمل عنهم قراءة الفاتحة ما داموا مع الإمام، فيتحمل عنهم قراءة الفاتحة على قول جمهور أهل العلم. نعم. أحسن. فلا نبطل صلاتهم، ما نبطل صلاتهم بذلك. نعم. أحسن. أنهم صلوا وانتهوا لا تبطل صلاتهم وقال أنكم ما قرأتم الفاتحة وهم خلف إمام، الإمام يتحمل عنهم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: إذا أردت الاغتسال غسل الجمعة هل يلزمني الوضوء قبله؟ وإذا كان الوضوء إذا أردت الاغتسال غسل الجمعة هل يلزمني الوضوء قبله؟ وإذا كان الوضوء ليس بلازم فهل معنى ذلك أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بواجب في هذه الحالة؟ الغسل المشروع سواء كان مستحبا أو واجبا إذا نوى معه الوضوء أجزأ، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فإذا نوى الوضوء مع غسل الجمعة وأفاض الماء على جسمه، أو نوى الوضوء مع غسل الجنابة وأفاض الماء على جسمه كله دخل هذا في هذا وأجزأ. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن كونه يتوضأ أولا ثم يغتسل سواء غسل الجمعة أو الجنابة أو غير ذلك هذا أفضل بلا شك وأتم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل عن حكم الصبغ بالسواد سواء لشعر الرأس أو لشعر الوجه. الصبغ بالسواد الخالص لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، جنبوه السواد. فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد، إنما يصبغه بالسواد غير الخالص، إذا كان السواد يضرب إلى الحمرة أو بلون أحمر أو أصفر فلا بأس بذلك، أما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء لعموم الحديث ولما جاء في سنن أبي داود في قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل عن حكم ما يفعل في المستشفيات من كشف العورات عند إجراء العملية للرجل أو للمرأة، وذلك بأن يجرد من ثيابهما كاملة، فهل للمريض أن يطاوعهم في ذلك؟ وهل إذا فعلوه من غير إذنه يكون آثما؟ لا يجوز كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة إلا للضرورة، إذا توقف العلاج على كشف العورة فإنها تكشف بقدر الضرورة ولا يزاد على الحاجة، لا يزاد على الحاجة، لأن هذا رخصة والرخصة يكتفى بمقدارها ولا يزاد عليها. فعند الضرورة إذا توقف العلاج على كشف العورة يجوز بقدرها فقط ولا يزاد على ذلك، ولا يجوز للمريض أن يطيعهم إذا كان معه فكره ويدري، ما يجوز له أن يطيعهم ولا يستسلم لهم. أما إذا خدر ولا يدري عن شيء الإثم يكون على نفس الأطباء وهو ما عنده فكر غير مكلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يسأل عن ما هي أفضل الشروح التي شرح فيها كتاب عمدة الأحكام وزاد المستقنع. عمدة الأحكام في الفقه يعني أو عمدة الأحكام في الحديث؟ الحديث. الحديث نعم.
لها شرح لابن دقيق العيد وهو شرح جيد درسناه في المعهد العلمي، شرح جيد مبني على الأصول وعلى أصول الفقه وعلى الخلاف المذاهب والترجيح، شرح جيد. كذلك الشرح الذي طبع أخيرا من 10 مجلدات لابن الملقن هو شرح مبسط، شرح جيد، قد طبع أخيرا وظهر محققا، يزيد على أظن 10 أو يزيد عليها، شرح مبسط. نعم. ويسر عن الآن. نعم. وأما الكتاب الثاني الزاد، زاد المستقنع، الزاد ليس له شرح إلا الروض المربع، ليس له شرح إلا الروض المربع، وهو شرح جيد وكافي ولله الحمد. ذكر ابن بشر في تاريخه أن الشيخ سليمان بن علي جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه شرح الزاد، ولما التقى في الحج بالبهوتي صاحب الروض المربع واطلع على شرحه أن الشيخ سليمان أحرق شرحه واكتفى بشرح البهوتي، ذكر هذا ابن بشر في تاريخه. ولا نعلم للزاد شرح غير شرح الروض المربع. نعم. وهو كافي مفيد وحافل بالأدلة وبال... نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الزكاة جائزة لطالب العلم؟ الفقير إذا كان فقيرا نعم، لطالب العلم وغيره، للفقير إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وطالب العلم الذي يستعين بها على طلب العلم أولى بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل ورد في الطواف بالكعبة بما يسمى بالسبع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قصده الطواف الزائد عن طواف الحج والعمر، طواف التطوع المجرد الذي ليس في حج ولا عمرة. نعم، يدخل في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، طائفين والقائمين، يدخل في هذا، مطلوب الطواف، مطلوب طواف بالبيت مطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يأتي ويطوف بالبيت ويصلي المسجد الحرام ويؤذيه المشركون، الطواف مطلوب سواء كان في حج أو في عمرة أو كان طوافا مجردا. نعم، ليس في حج ولا عمرة، لأنه عبادة، طواف عبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول فيه صاحبه: ما حكم القول الراجح في حكم العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول، وما حكم استخدامها؟ آخر القول والبحث فيها ما انتهت إليه اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن هذه العطورات إن كانت تسكر إذا شربت تخذها الفسقة يسكرون بها فإنها نجسة وحرام لأنها خمر، أما إذا كانت لا تسكر فالأصل في الطيب أنه مباح، يجوز التطيب به وليس هناك علة تقتضي التحريم أو الإسكار. هذا هو آخر ما توصل إليه وصدرت به فتاوى: إن كان كثيرها يسكر فهي حرام، قليلها وكثيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إن كان كثيرها لا يسكر فإنها لا بأس بها، وهي الأصل فيها الحل والإباحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويسأل عن زيوت السيارات أو الديزل أو فيما أو ما هو في حكمهما عند إصابتها للثياب، هل تعتبر نجسة أم لا؟ لا، هي نجسة، الزيت زيت طاهر، زيت السيارة والبنزين هذه مواد طاهرة لا تنجس، لكنها تلوث الثياب، توسخ الثياب من ناحية الوسخ والتلويث لا من ناحية النجاسة، هي طاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل يقول: أيهما أفضل، الجهاد بالمال أم بالنفس؟ وإذا كان الجهاد مستحبا ولكن قد منع منه الإمام، فما حكم الخروج للجهاد في هذه الحالة؟ الجهاد لا يكون إلا بإمام، لأنه من صلاحيات الإمام. درستم في كتب العقيدة أن الإمام يجب الجهاد معه، إذا أمر بالجهاد يجب الجهاد معه برا كان أو فاجرا، يجب الجهاد مع إمام المسلمين إذا أمر بالجهاد برا كان أو فاجرا، يعني فاسقا ولم يصل إلى حد الكفر، هذا موجود في العقائد. والجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، إذا جمع بينهما هذا أفضل، إذا جاهد بنفسه وماله هذا أفضل، وإن جاهد بماله فقط هذا أيضا جهاد في سبيل الله، أو جاهد بنفسه فقط هذا جهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم تسمية المسجد باسم صاحبه، وهل يعتبر هذا من الرياء؟ لا بأس بتسمية المسجد باسم الذي بناه أو باسم إمامه الذي يؤم فيه، قال مسجد علشان يعرف، علشان يعرف، ما تعرف المساجد إلا بأسمائها، تسمى بأسماء من بناها أو أسماء من يؤم فيها، أو باسم الحارة، قال مسجد الحارة الفلانية، لا بد من اسم يميز المسجد عن غيره، تسمية لا بأس بها، وليس هذا من الرياء، وإنما هو من أجل المعرفة، من أجل يعرف المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز للشخص التبرع بأعضائه بعد الموت، لأننا سمعنا في ذلك إجابات مختلفة؟ لا يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه، ولا يجوز لأوليائه أنهم يتبرعون بأعضائه عند الموت، لأن هذا من المثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. لا يجوز الاعتداء على جسمه ونزع أعضائه، هذا من المثلة، ومن والواجب في جنازة المسلم أنها تغسل وتكفن وتطيب وتكفن ويصلى عليها ويحتفظ بها، ما توزع وتقطع، هذا أمر لا يجوز، هذا من العبث لأجسام المسلمين، مسلم له حرمة، وهو ما يملك نفسه حتى يتبرع، وأولياؤه لا يملكونه حتى يتبرع، التبرع لا بد أن يكون من مالك، وهو لا يملك نفسه وأولياؤه لا يملكون. وأيضا هذا فيه كما ذكرنا فيه تشتيت لجنازة المسلم ولجسم المسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة أو بعد الأذان للصلوات الخمس، وهل من المعفو عنه بيع المساويق وشرائها؟ بعد الأذان الثاني لا يصح البيع، قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا يصح البيع إلا للضرورة، إنسان ما عنده شيء يستر به نفسه يدخل يصلي، يجوز له يشري ثوب بعد ولو بعد الأذان، لأن هذا للضرورة، أو إنسان مضطر إلى الأكل أو إلى الشرب ويخشى من الهلاك يجوز يشتري ما يأكله وما يشربه لأجل إنقاذ نفسه من الهلاك، عند الضرورة لا بأس بذلك، أما اللي يبيع ويشتري للتجارة أو لغير الضرورة هذا لا يجوز بعد النداء الثاني، لأن الله نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد. وكذلك البيع في الصلوات الخمس اللي فوت الصلاة، يفوت صلاة الجماعة لا يجوز، كما قال تعالى: في المساجد سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالبيع والشراء الذي يفوت الواجب والفريضة على المسلم لا يجوز ولا يصح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل: ما هي الكتب التي تشيرون بها في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟
أسماء الله موجودة في القرآن، إذا قرأت التفسير، إذا قرأت التفسير عرفت معانيها من خلال التفسير لأنها موجودة، موجود كثير منها في كتاب الله عز وجل، فاقرأ تفسيرها من التفسير، تفسير القرآن. وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له كلام حول الأسماء والصفات في تفسيره أيضا في تيسير الكريم المنان. الشيخ الإمام ابن القيم له كلام فيها وشرحها في النونية نظما وشرح في شروح النونية، وهناك شروح مستقلة كثيرة، القول الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، لكن بعضها يدخله التأويل، هي كلها موثوقة إلا إذا كان المؤلف لها من يمشي على عقيدة السلف، أما إذا كان أشعري أو معتزلي فإنه يؤولها ولا يعتمد عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل يجوز للعالم أو لطالب العلم أداء صلاة الغائب على ميت قد صلي عليه في بلده وقد ترجح عنده عدم مشروعية ذلك؟ نعم. علما، هل يجوز؟ يقول: هل يجوز للعالم أو لطالب العلم أداء صلاة الغائب على ميت قد صلي عليه في بلده وقد ترجح عنده عدم مشروعية ذلك، علما بأن هذه الصلاة قد أمر بها الإمام، إمام المسلمين؟ إذا أمر بها تجب طاعة الإمام، وصلاة الصلاة على الغائب لها أصل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وكان المسلمون يصلون على من لهم شأن في الإسلام كالعلماء وولاة الأمور، وطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية وهو لم يأمر بمعصية، أمر بصلاة على الميت دعاء للميت المسلم، لا تجب طاعته ولا تجوز مخالفته. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا كان هذا اللي يقول أنا ما اقتنعت منها، يخلي واحد غيره يصلي، خلي واحد غيره يصلي ولا يعطل الصلاة يقول أنا ما اقتنعت أو أنا ما أراها، يخلي واحد غيره، يخلف واحد يصلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما الحكم في صلاة النساء على الجنازة؟ لا بأس. طيب، الصلاة على الجنازة مطلوبة من الرجال والنساء، سواء صلينا خلف الرجال أو صلينا وحدهن على الجنازة، لا بأس بذلك. نعم. ويسأل عن رأي فضيلتكم في جعل محاضرات ومنتديات في مسائل الرؤى وتأويلها للناس. هذا لا يجوز أن يتوسع في تأويل الرؤيا بهذا النمط، أن تكون تكتب في الصحف خلالة زاوية لتأويل الرؤيا أو برنامج في الإذاعة أو في التلفزيون، هذا لا يجوز، أن هذا يبلبل أفكار الناس، يشوش على الناس ويحدث عندهم وساوس. الرؤى منها حق وتفسر، لكن ما يغلى فيها ويتوسع فيها إلى هذا الحد وتصير مهنة أو حرفة، لأن هذا يشوش على الناس، وقد والمعبر قد يصيب وقد لا يصيب، ربما أنهم الناس يغترون به ويعتمدون على تفسيره وهو ما هم مجزوم به ظن. هذا التوسع في هذا والمبالغة والتنمية.